اف ام من جديد عم نرافقكم عبر شاشة أوغاريت وإذاعة أمواج اف ام. فمرحبا بكل مين عم يسمعنا وبكل مين عم يشوفنا. نقول الحمد لله على السلامة للمس بالإخراج، ومعنا يوسف من وراء الكاميرا وأيضا علي بالإضاءة. وكمان التصبيحة الثانية هي لضيفتنا وأيضا زميلتنا صرتي ست فريال إبراهيم. يسعد لي صباحك خبيرة صباح. بعلم الأبراج والأرقام والأسماء، مرحبا مجددا. يسعد صباحك. وشو الأوضاع؟ رح نحكي شوي على إن شاء الله يا رب الأمور بخير. لازم نحن نتفاقى ست رشا. عم نحكي شوي هلأ عن حركة الكواكب. طبعا كوكب عطارد مع إلى جانب الشمس في برج الجوزاء عم يتقدموا اثنيناتهم سوا، يعني في برج هوائي، يعني الهوائيين فعلا متألقين هالفترة، بلشت الانفراجات يلمسوها يحسوا فيها، يعني إذا ولا بد سعوا لموضوع بالسابق وكان متعكس أو متعسر أو متأجل بلشت الأمور تصير أحسن. طبعا الهوائيين بقصد فيها الجوزاء والميزان والدلو. طبعا بالإضافة إلى كوكب المريخ عم يتقدم إلى جانب الزهرة كمان في برج الأسد، يعني في برج ناري، فالعواطف عند الناريين كتير منيحة وجياشة هالفترة هيدي، يعني عندهم ممكن يكون في ارتباط، ممكن يكون حسم في قصة، يعني لبسة خاتم، شيء جديد دخل حياتهم، يعني كمان للناريين يأخذون الحصة الأكبر. بيني وبينك التعبان الساعة، وما زال للأسف العقرب شوي عنده ضغط، عنده هيك شحنة سلبية عم يحس فيها، حاس حاله إنه لوحده ضمن هالعالم الكبير، والدلو شوي تعبان، الدلو يمكن من إيده أو المحيط اللي حوله بيسبب له شوية هيك استفزاز، فبيحس بأنه فعلا هو عنده ضجر وعنده شوية توتر. إذن الأمر هو بالسرطان والشمس هي بالجوزاء، الجوزاء ببرج هوائي. تمام، مع الانقلاب الصيفي بتصير ببرج السرطان. تماما تمام. المريخ وين؟ عاد بهمنا المريخ عم يتقدم إلى جانب الزهرة كوكب العصبية، برج الأسد طبعا كوكب الطاقة، كوكب العصبية. هو قلتي لي بيبقى شي شهر ببرج الأسد؟ ايه تماما. صح. طيب نبدأ مع أول برج الحمل. راح نصب على برج الحمل ونقول له يسعد صباحك يا برج الحمل، اليوم خليك كتير هادي، ممكن كتير حدا هيك يسمعك كلام أو يجيب لك كلام، فخليك هادي مشان تميز الكلمة الصح من الكلمة الغلط، بتكون كتير منيح وبتمرر وقتك بسلام. فبتمنى كتير على برج الحمل اليوم مثل ما متعودين عليه شوي يهدى، لو عصبيته ما بتزعل، بس يحذر من العصبية وخصوصا من المحيط اللي حوله أو الطرف الثاني، ممكن يكون شريك أو حبيب. نصبي على برج الثور ونقول له يسعد صباحك يا برج الثور، اليوم للاعتراف الجميل، يمكن انت تمسك حدا بتعتذر له من غلط انت بدون قصد او بعفويه غلط معه، فانت عم تعترف او حدا بيعترف لك او بيبرر لك خطا ما، فاليوم هيك برج الثور بيحس انه ثقته عم بنفسه او ثقته بالاخرين عم تعيد شحنتها طبعا بشكل ايجابي. الامور كثير منيحه يا برج الثور، وهالفتره هيدي ماليا كثير منيح. برج الجوزاء يسعد صباحك يا برج الجوزاء، اليوم كثير عم تمشي او عندك اسلوب من الصباح، يعني ناوي تمشي مصالحك، اسلوبك لبق، كلامك حلو، عم تدخل بالأطراف التانية بشكل كتير ملفت للنظر، فاليوم تمشي مصالحك مثل ما بدك وأكثر. ممكن يصير عندك هيك نوع من الإشكال، ما في مشكلة، لا إشكال مع حدا من العائلة، يمكن الأم، يمكن الأخت، يمكن الأخ، ما بعرف أيا كان، فخليك كتير رايق، يعني بتعدي. صباح الخير يا برج السرطان، اليوم القمر عندك طبعا وجوده عم يعطيك طاقة، عم يعطيك حيوية، حركة، نشاط، بآخر ساعات اليوم بتحسك بنوع من بتتقلب برأيك، بتتقلب بمزاجيتك، بس بأذن الله ما في شيء بخوفك، الأمور لصالحك يا برج السرطان، فاغتنم هالفرصة وحاول خلص كل أشغالك وكل أعمالك، وإذا مقصر بواجبات حاول تعوضها وتقوم فيها، فالفترة كتير مناسبة ومنيحة. صباح الخير يا برج الأسد، اليوم برج الأسد قلق شوي من الصباح، مزاجي، طاقته ضعيفة، هو عم يضعفها كأنه ما جاي على باله
يحكي مع حدا أو يعاشر حدا أو ياخذ ويعطي مع حدا، مع أنه الطاقة اليوم للأبراج النارية كتير لازم تكون منيحة. بس أنت مع ذلك يا أسد قوي بإذن الله والأمور كتير منيحة، وأنا بالنسبة لي بعتبر أنه أمور برج الأسد إيجابية، لو كان فيها شوية هيك نتورة بس تمشي عزيزي الأسد. هو بيتنتور يعني؟ هو هيك ما بعرف إيش بيتأفف وما بعرف ما عاجب العجب. هي الكلمة مضحكة. تمام. صباح الخير يا برج العذراء. اليوم الطاقة كبيرة، الطاقة هيك عم تعطيك هيك اتزان، عم تعطيك رزانة بالكلام بالحكي، هدوء بالمنطق تبعك، فأنت كتير اليوم ملفت للانتباه والكل عم يسمعك، وهذا الشيء بيعطيك هيك قوة معنوية وثقة بالنفس أكتر وأكتر. واليوم بتحصل على اللي بدك إياه، وكأنه عندك أخبار عن مال بيوصلك، فهذا الشيء بيفرحك. برج الميزان، صباح الخير يا برج الميزان. اليوم أهم شيء ما تتسرع، أهم شيء تنتبه وما تتسرع، ويكون ردة فعلك يكون هيك بشكل متسرع بشكل متهور، تندم على كلام يطلع من تمك. فبتمنى كتير كتير تكون أخذ احتياطك من هالموضوع هيدا، ما تخلي حدا يأثر فيك. حاول كتير كتير اليوم تكون نظرتك بيضاء أو نظرتك تفاؤلية أكتر من اللازم، بيمشي اليوم وعندك فترة كتير منيحة يا برج الميزان، حاول تستغلها. برج العقرب، صباح الخير يا برج العقرب. اليوم مع ذلك مع انك عندك ضغط وعندك شحنة وعندك شغل وعندك وعندك، بس عندك اليوم انفراجات من اخبار انت مستنية من زمان، او بتحس بحالك انه بلشت يا رب ان شاء الله الامور بلشت تصير احسن، فعندك احساس بانه الفرج قريب، اسلوبك حلو، نقاشك احلى، عم تعتصر من ضعفك قوة، وطبعا هيك بنعرفك يا برج العقرب. خليك هيك وان شاء الله يا رب الايام الجاي بتثبت لك العكس، او بتثبت لك انه فعلا الجاي احسن. صباح الخير يا برج القوس. اليوم القوس فتره او هالفتره هيدي اللي عايشه برج القوس كلها مليانه حظوظ، مليانه فرص، بتمنى يستغلها لاموره الشخصيه او لاموره لمصالحه، فكتير منيحه هالفتره هيدي، منها حظوظ منها فرص منها اخبار منها تصليح مواقف او تصحيح مواقف، فهالفتره هي بعتبرها كتير حلوه وكتير منيحه، فحاول اغتنمها يا برج القوس. طبعا الابراج الناريه لهم الحصه الاكبر، من يمكن عم يعيشوا بسعاده اكثر من غيرهم ان شاء الله يا رب على طول. شو السبب؟ وجود طبعا المريخ ووجود الزهرة بنفس البرج، فبرج الأسد برج ناري، فعم يعطيهم هالنوع من الطراوي الزايدة أو الحلاوة الزايدة أو اللطافة الزايدة، مع أنه الأبراج النارية صحيح عصبيين بس لطيفين كثير. بس المريخ معه كمان للزهرة يعني ما بيأثر كمان؟ لا، هلا طاقة طاقة، طول ما أنا دائما وأبدا بنبه أنه طاقة المريخ يا جماعة مثل ما بتكون عالية أو حسب الكوكب الثاني اللي بيكون معاكس البرج. أما المريخ ما هو سيء، طاقة طاقة بيعطيك طاقة، فأنت تغتنميها إيجابيا ما تغتنميها سلبيا. بشكل عام الأبراج النارية أخذين الطاقة، أخذين بالإضافة لكوكب الزهرة، كوكب الزهرة كوكب الحب، الارتباطات، الكلمة الحلوة، الأهل، اللمة الحلوة، فهذول عم يجتمعوا سوا، فلازم كتير الأبراج النارية يغتنموا هالفرصة وتكون معهم فعلا فترة كتير حلوة ومليانة حظوظ. برج الجدي، صباح الخير يا برج الجدي. اليوم بتمنى كتير تكون هادي، أنا بنصح بالهدوء لأنه الرد على موقف استفزازي بيزيد الغلط أو بيزيد الغلط غلط، ما بنعمل شيء ولا بنستفيد شيء، هدوءك بخليك تميز الصح من الغلط. ممكن اليوم سرسرة أو شيء من الماضي ينحكى تاني مرة أو ينعاد، فهذا الشيء ممكن يعمل لك هيك نوع أو حالة عصبية، فهدي كتير بتربح كتير. وصلنا لعند الدلو، صباح الخير يا برج الدلو. اليوم مشغول مضغوط كأنه هيك ملتزم بحدا أو شعور إنك ولا حالك لوحدك، يعني على كل حال من الأحوال بيلزمك كتير نوع من القاعدة، ترتيب أمورك المالية، ترتيب أمورك النفسية، أمورك العائلية، انتبه على الطرف وعلى الشريك الثاني،
لو انه هيك عنده طلبات زياده لازم تستوعبها انت وخذها بضحكه او ابتسامه فبتمر الاوقات وان شاء الله بتصير احسن. اخر الابراج هو برج الحوت. يسعد صباحك يا برج الحوت. اليوم طاقتك حلوه، طاقتك كبيره، كانه اخذ وعد على نفسك انه انا ما بدي اعصب اليوم مهما حاولوا يعصبوني انا ما راح اعصب. يمكن محيط العائله عامل لك شويه قلق او اكل هم حدا، ممكن نتيجه تحليل، نتيجه درس، ما بعرف، بس ايا كان فانت مشغول بحدا من العائله. على كل حال اليوم اسلوبك كثير ملفت للنظر بالنقاش، هيك انت عم تحكي عم تضحك وكانك متزن ومبين عليك اللطافه والاتزان، وان شاء الله على طول هدوء البال لكل الابراج ان شاء الله يا رب. طيب خلينا نروح لفاصل من عند لميس ونرجع في معنا كم مسج ومثل ما وعدناكم الأسبوع الماضي. هلأ رح نقول هالكم مسج، وأكيد اللي بحب يقدر يتواصل معنا عبر التليفون فنحن معكم على الهواء مباشرة، فخليكن معنا وهلأ منقول المسجات كلها تبعان. شو منقول لصديقتنا اللي بعتك؟ ديما بنت لبينا، ما بعرف إذا الفصل صح. بلاي برجع عقرب، فاتت كتير فرص يا عزيزتي، يمكن أصحابك يمكن هنا سبب بعدم ارتباطك لهلا، يمكن انصدمتي بحدا كتير كنتي بتعتبري سند صديق خاب أملك فيه، فهذا أعطاك نوع من الأحباط. إن شاء الله ما يطول كثير يا عزيزتي ديما، بإذن الله إن شاء الله يا رب تتحسن الأمور، وعندك كأنه عندك علاقة وإن شاء الله تنتهي بارتباط رسمي يا رب العالمين. بتمنى لك كل الخير يا ديما. هي شو برجع؟ برجع عقرب، مائية، صبورة على الشدائد، حاملة مسؤولية الكل، ما حدا حامل مسؤوليتها. فعلا هذا صار معك أنت، للكل تقومي بواجبهم، بتمشي بطريقهم، بتوقفي اجابهم. بس ما كتير انا فهمت انه اصدقائه هنو السبب، يعني ديما ايه عشرتك بالحواليكي ممكن يكونوا اقارب، ممكن يكونوا لا اصدقاء، صديقاتك تحديدا فهنن يمكن سبب كان بيطير اي اكتر من فرصة بتخص ارتباط او بتخص، فانت كنت كتير رامي هيك طيبتك وعم تتعاملي باريحية ومصداقية زايدة، فأنت دفعت الثمن وأنت على شيء مانك عملتي، يعني غدر الأصدقاء. تماماً هيك. تماماً. طيب أنا بترجم. طيب معنا ماسة على التليفون، يسعد لي صباحك. أهلا صباح الخير. أهلا وسهلا. بدي أسأل عن البابا. إيه تفضلي. البابا أنا حكياني مع 6 ريال مشان المحكمة تأجلت ل 27 الشهر هيدا. 27 حزيران. إيه. شو اسمه بابا؟ صلاح إبن ريا 13.79. ومشان هو عقار مشان الأرض والخصم، هي يعني رافعين دعوة اسمها ناريما بنت ساعتي. هي الأرض لإلكون؟ اي والله، وفيها يعني هي ورثة يعني حقنا. اي والله. مو ورثة الأرض؟ لا والله. 28/8/84 انه البيت بده يكون بال 27 هذا الشهر. والبابا يعني هيك كتير كتير زعلان و وضع صحي كويس، ما كثير كويس نفسيا. يلا ان شاء الله الفرج بيكون يا صديقتنا، ويلا رح نكون معك. بيتوفي. اهلا وسهلا فيكي وان شاء الله كل الخير، الله يكتب لكم. خليكي اسمعينا لكنا من الراديو. اهلا وسهلا فيكي، بدنا نعايد على الوالد ونقول له ونتمنى له بعيد الاب العالمي كل عام وانت بالف خير، وان شاء الله يا رب هيك الرياح الجسديه والنفسيه بتكون بالايام القادمه. شو بدنا نقول له؟ أنا تذكرت هالموضوع ويمكن قلت له أنا لصلاح أنه هي الأقوى، مع أنه أنت صاحب الحق، بس للأسف مدرش عن تنقلب الموازين، عن تنقلب رأسا على عقب. على كل حال يا صلاح، لو أنها تأجلت إسا يمكن عندها تأجيلي أو ما بعرف إذا بدي بتو هالمرة، فهي عم تشتغل على هالأساس، هي ما أنا سهلة أبدا أبدا،
وبالاخير يا ابن الحلال ما بيصح الا الصح، يعني كن واثق بالاخير راح تدفعها ان كان الارض او غيرها. هذا لا يعني انه انا عم اقول لا انا ما لك ارض او بدك تبت بعكسك انه انت ما لك شيء، او بس اسا بالطول شوي الحكايه. بتمنى انه الصبر وطولة البال، وممكن يكون نحن تجاوزنا او بالاحرى مشينا بطريق المحاكم، يعني لو نوجد حدا بيمون على اثنين على الطرفين وحكم مثل ما بيقولوا بضمير ونظافة كان كنا خلصنا من المشكلة. فلذلك صلاح ما كتير تحملها، وبالاخير صحتك بالدنيا والارض بتتعوض، بس الصحة ان راحت ما عاد تتعوض. انا هاد رأيي، تهدي اعصابك وان شاء الله يا رب العالمين بتنال حقك وكل واحد بياخد حقه ان شاء الله يا رب. معنا مسج تانية كمان. عندي فايزة بنت خديجة ومحمد ابن أميرة عم يسألوني. هنا مزوجين، كيف العلاقة؟ تماما. على كل حال العم يسمعني، ما بعرف مين سألني. لك فايزة، ما حدا في العالم بيفهمك قده، ولا حدا بيتحملك قده، وانتي نفس الشيء. فنسبة الذكاء بيناتكم تعادلي، انتي عقرب وهو حوت، هو عنده شوية شغلات، عنده شوية هيك أغلاط، انتي بتعتبريها أغلاط، ما عم تحسني تغيري فيها. ما بعرف شو صار لكم متزوجين، ان شاء الله العمر المديد يا رب العالمين والحياة السعيدة بيناتكم. في شوية أفأفة، يعني هو عنده شوية طيبة زايدة، انت بدك كل شيء يكون هيك صح مثالي. يعني نوعيتكم مع بعض كتير منيحة، بتتناقروا كتير بس بتتصالحوا فورا، يعني بتتعايشوا واسما بتتعاشروا، في نكاد بس بيتمشوها حلوة حبيتها. ايه في عشرة بس ما في يعني تعايش، يعني مو انه كل شيء بيشتغلوا انت عاجبك، لا، بس هو علاقة طبيعية يعني اغلب العيال طبعا هيك طبعا. فانا بقول انه في توافق كتير لحد 80%. في عندك تعب اعصاب لانه ما بيجي مثل ما بدك، مع انه بيقنع انه انت الصح وانه رأيك صايب وانه اسلوبك صح، بس ما بيريد يعترف ابدا ابدا. وشو هسه بدي احكيك فايزة، تمشي الامور ان شاء الله يعني خير. هو برايك انه افضل يكون بالعلاقه الزوجيه العشره تعاشر، ولا شو قلتي الثانيه؟ بيتعايش ما بيتعاشر او العكس، فانت ولا قراب على بعض ولا مختلفين. هلا انت لما بتعاشريني غير لما بتعايشيني، خلص تعايشيني انا فهمتك وفهمتيني. اما لما بتعاشريني صار عليك انت واجب وانا واجب، انت لك حق عندي وانا لي حق عندك وانتهينا. فهذا انا اللي بقصد من العشره ومن التعايش. اما فايزه كثير انت تعبانه كثير، وخصوصا هالفتره هيدي، بس يعني متوافقين يعني انه شيء حلو انه الاثنين مائي، انه عقرب وحوت، اثنيناتكم مائيين، اثنيناتكم كريمين، اثنيناتكم حبابين، كل واحد لحالكم شغلي من الشغلات. بس طبع العقرب بده كل شيء على 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 الليبرا. ايه يعني على البكلي مثل ما بيقولوا، على الليبرا مبتصبه على الليبرا يا عزيزتي كتير فايزة، معلش ايه اذا عدلك الدهر يوم معك يوم عليك. فيعني هلا 80% توافق 20% يعني قادرين نحن نصلح. ايه طبعا شيء ممتاز، بتمنى لك الخير يا فايزة. اكيد ان شاء الله يا رب. معنا لسه مسج حاليا؟ لا. مسج معي فتاة من سعدة عم تسألني بشكل عام عن صفاتها وبرجها. برجك يا عزيزتي 12 الحوت، عنده قلة مروي الحوت، أحيانا طاقته بتكون كتير ضعيفة، وهالشي يعني ما جاي على باله لا تتحرك ولا تأدي أي شغل ولا تعمل بشغل ولا ولا أبدا. فعندها كتير بتحسي هالقلة المروي كتير بترافقك يا فتاة، وبتتمني إنه كل شيء بدك تحصلي عليه بدون تعب. بنتي ما بيصير شيء بدون تعب، لازم تسعي لحتى توصلي، ودائما وابدا اللي بيسعى بيوصل لنتيجه كثير منيحه. فالحوت بيتحمل بيستوعب، بس عنده شويه عصبيه، بس بيرضى فورا، مثل ما بيغضب فورا بيرضى فورا. امورك منيحه يا فتاه، وان شاء الله يا رب الخير دائما اليك ولكل مين عم يسمعني. طيب معنا شاب عم تسال على الصحه وعلى برجه شو هو. تكرم عينك خليك معنا على السماء. فاطمة
فاطر. يسعد صباحك يا فاطر. برجك الحمل الأول ناري عصبي طيوب، انتبه من الحواليك. انت ما فيني اقدم لك اي نصيحه الا انه شغلي وحدي، لا كثير توثق باي حدا، ما فيني اقول بالحواليك يعني عفوا، بس انا بتمنى كثير كثير بدك تاخذ صديق معرفه جديده، جار جديد، ايا كان شخص بيكون قريب منك، بتمنى كثير تدرس وضعه، تدرس حالته، فما كثير تامن، ما كثير توثق فورا، فخلي دائما وابدا عندك هالنصيحة حاطة برأسك، كثير بترتاح. فاطر أمورك منيحة، لا توسوس، لا تكبر الوهم، فأنت حساس زيادة وتعطي الأمور أكثر من حجمها. مانك مريض، لا، بسلامة قلبك، بس عندك إحساس أنه دائما وأبدا هيك شيء عم يجعك، عندك وهن، يمكن من حالتك النفسي، فأنت نفسيا ما كثير هالفترة كنت مرتاح، بلشت الأمور كثير يعني أحسن يا فاطر. لسه 2004 يعني بأول عمره. تماما تماما، بس بعرف ليش كأنك انت خسران، ممكن سنين بالهنا وبالفرح، يعني انه هلا كلهم طاقه، يعني جيل الشاب انه كثير لسه مفكرون. بس انت بتلاحظي انه هالجيل لا ما بيحسن يتحمل شغله، يعني فشل بدرس، فشل بسنه، فشل بجوز يحملها عاد ويعمرها، او هو يسعى على شيء قبل وانه، فكل شغله لازم نسعى لها، لازم تحط ببالك انه درجه درجه بتوصل بدك اياها. ما في شيء بيجي بالسهل، وان كان رجع لبعض الاشخاص، بس هي ما فينا نعممها، يعني ما في شيء بيجي بالسهل، كله بده درس، خاصه بده درس. بالفتره الصغيره يعني صح. انه حلو نسال على العاطفه، بس بنفس الوقت ما ننسى الدراسه، لانه كله بيلهي بعضه وبيجي ورا بعضه. يعني طيب، معنا ام علي على التليفون، اخر اتصال، يسعد لي صباحك. العافيه، يا اهلا وسهلا. الله يوفقك ابني بكالوريا ان شاء الله موفق يا رب. علمي ولا ادبي؟ عفوا، انا بدي طب. ما شاء الله عليه شطور، ان شاء الله بتفرحي باعلى العلامات. يلا تفضلي. فريال، تفضلي. الله يربي تخلي لنا اياك. اسمه جعفر ابن صفاء، 13/11/2005. فقط عن الدراسه صديقتنا، ويعني عن حياته بشكل عام. تكرم عينك. الله ربي يلا تكرمي. ان شاء الله تخلي لنا اياك يا رب حبيبتي، ان شاء الله بتفرحي فيه وبنفرح فيه كمان، بترجعي بتحاكينا ان شاء الله يا رب. جعفر قلوك مبروك كبير، عنده تصميم، عنده ارادي، ايه مثل ما يمكن هيك يمكن عم يفكر، انه ان شاء الله يا رب شوفه باعلى المراتب يا رب العالمين، فرحك فيه يا ست ام علي. برجو ميزان، ذكي سريع البديهه، هالفتره ضاج وصار عنده حاله ملل، بس ان شاء الله يا رب اموره بخير، واموره فعلا بخير باذن رب العالمين. وبدياك تطمني ام علي سلفاً، قل له مبروك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. هو جيل الجبابرة صراحة، جيل الشهادات السنة، يعني قدموا بأسوأ الظروف، وخاصة الزلزال بمحافظة اللاذقية، ومنهاج ضخم وصعب، إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله ما بيضيع تعب لكل مين قرر إن شاء الله يا رب. وحط بباله أنه فعلاً هو يجيب علامات عالية، لأنه ما في أحلى ولا أروع ولا أجمل من فرحة النجاح لكل مين سمعنا وعاشا لفترة من الفترات. تماماً، ما بقي وقت ست فريال، بدنا نتشكرك كتير. أهلا وسهلا، ونتمنى لك يوم حلو مثل ما بتتمني دايما لكل الأصدقاء ولكل المستمعين، ونرجع نلتقي معك إن شاء الله إذا الله راد بكرة. تسلمي، شكرا كتير لك بنفس الوقت. أهلا وسهلا فيك، سعد لي صباحك.